أم السيدة مجانة من الأليوبية، تتفضل. أيوة يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك، اتفضلي. هستأذن حضرتك بس هما سؤالين. اتفضلي. أنا حاسس إن أنت كنت هستأذن حضرتك إن أنت تطول بالك عليا، والله بطول بالي، بس يلا بص اتفضلي. يا فندم حضرتك. بس يلا بسرعة يا مجانة. ماشي حضرتك. هو بص، هو أنا أولاً هو أخويا زعلان مني وكده، فحلف على مراته ما تكلمنيش ولا تيجي عنده. طيب. بس مراته إيه؟ معلش كلمتني وجت ايه عشان تشوفني عشان كنت تعبانه. ده اول سؤال. حلف بالطلاق يعني ولا حلف قال والله ولا ايه؟ لا قال عليا الطلاق، ما طيب السؤال ما التاني، الحته دي لو انا معاكي السؤال ولا التاني. ما تروحيش ولا تكلميها. طب السؤال التاني يا مجانا. السؤال التاني بقى حضرتك، احنا هنا عايشين يعني انا وزوجي، لازم كل حاجه اقول عليها ايه؟ اقول عليها حلوه وجميله، ما اقدرش اقول على حاجه لا وحشه. يعني انا حاسه ان انا عايشه انفاق بنفقه عشان ما اقوليش ايه ليه بس يعني الانفاق الحاجه ليه؟ دي حلوه. حلوه جميله، مش عارف جميله، مش عارفه ادي رايي في اي حاجه، يعني مش قادره ادي له رايي باي حاجه. اقول له لا ده لو رجحته في حاجه انت ما بتفهميش، انت حته جاموسه، انت ما ليه اعوذ بتفهموش، بالله؟ ويقعد يزعل. فبالتالي بنقعد كل حاجه نقول له انت صح، انت صح، لا طيب دي جميله. سؤالك ماشي سؤالك بتعملي ايه في الحاله دي يا مجانا؟ هقول لك حضرتك على طول. مجانا ماشي. هو ده سؤالك؟ سؤالك ان انت تعملي ايه مش كده؟ اعمل ايه؟ من انا حاسه اقول ان انا عايشه. لحضرتك حاجه، اقول لحضرتك بص يا مجانا، في حاجه اسمها يثبط، قولي الكلام الحلو، وبعد ما تقولي الكلام الحلو تنتهزي تقولي له احنا ممكن نعمل احسن من كده. يعني قولي الكلام الحلو وبقولي احنا ممكن نعمل، لو عملنا كده يبقى احسن من كده، كده هيبقى احسن بكتير جدا 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 لو انت عملتي ده. يعني قولي الكلام الحلو، وعلى فكره الكلام الحلو للزوج او للزوجه ملوش علاقة بالنفاق، ده كلام حلو خالص، بس انت عايزة تنصحيه قولي الكلام الحلو بعد كده قولي الأحسن من كده. أما مسألة الحلفان فإحنا محتاجين لأخوك يسألنا، عشان مسألة الطلاق ما بنفتيش فيها غير لصاحب لفظ الطلاق. هتقولي طب هيحصل مشكلة؟ أبدا، هو يسأل أنا حلفت إزاي أتخلص من هذا الحلفان، لأن أنا لازم أعرف اللفظ الدقيق كان إيه، وإن شاء الله يكون كل خير إن شاء الله.